فكل منا يسأل نفسه: هل تخاف الله خوف الملائكة أم خوف الشياطين؟ فالناس قسمان: قسم متمرد يخاف الله تبارك وتعالى خوف الشياطين، يقع في المعاصي والسيئات، ثم لما تيجي تسأله يقول: إني أخاف الله. يقع في المعاصي ويتجرأ على الله، ثم يقول: إني أخاف الله. وقسم الوجه يخاف الله تبارك وتعالى خوف الملائكة، فمن خاف الله خوف الملائكة فقد سعى بنفسه إلى سمو الملائكية ورفعتها، أما من خاف خوف الشياطين فقد تدنى إلى شهوانيته وأتبع نفسه هواها. أيها المسلمون، وكما أن الجنة درجات والنار فرق بين الخوف والخشية. الخشية أعلى من الخوف، فالخشية عرفها العلماء بأنها خوف يشوبه تعظيم، ولا يكون ذلك إلا بعلم، لذلك خص الله تبارك وتعالى بها العلماء، فقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومدح الله تعالى أهل الخشية فقال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما سمعت أم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك ويخاف ألا يقبل منه، إذ هناك فرق بين الخوف والخشية.